السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي الشركة تبدأ تشتغل بالبيم. أولا قبل ما ندخل في الموضوع أحب أولا نعرف عن إيه بيم. بيم هو يعتبر فلسفة أو فكرة إن أنا أعمل حاجة خاصة بالمباني فيها كل المعلومات 3D، تمام، وان انا لو وقفت على اي عنصر اعرف كل المعلومات اللازمه، يعني ما بقاش عندي مجسم. يعني انا لو بنيت المبنى 3D على اوتوكاد او 3D ماكس بيبقى عباره عن مجسم، بس انا لو وقفت على اي حاجه فيهم على حيطه ما يقوليش ان دي حيطه، ما يقوليش ان دي سمكها كذا او الخامات اللي فيها كذا، او مثلا عمود يقول لي مثلا ده فيه تسليح او مفيهوش تسليح. فكل الحاجات دي مع احترامنا، وكل البرامج دي ما بتنتهيش، يعني الكاد ليه استخدام تاني، ممكن بيستخدمه في الديتيلز، 3 دي ماكس بيستخدمه في الرندر، بس انا بتكلم على البيم. في برامج كتيره جدا للبيم اللي هي ان انا لو وقفت على اي عنصر يقول لي العنصر ده مواصفاته كذا كذا كذا، عندي الارش كاد، عندي الريفت، عندي ماجيك كاد، عندي برامج كتيره جدا بيم. تمام، طيب كده احنا عرفنا فكره البيم اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج انا خاص بالمباني، انا ماليش دعوه بالحاجات الخاصه مثلا بالمستشفيات، ان انا مثلا بعمل سيستم للمستشفيات، لا انا هبني مستشفى. ماليش دعوه بصيد السمك، ماليش دعوه بالتلفزيون، مش هقدر اعمل فيلم كرتون توم وجيري، بس اقدر اعمل مبنى. تمام، انا خاص البيم خاص بالمباني. انفورميشن المعلومات، لازم كل حاجه تكون معلومات. موديلنج يبقى في نموذج قدامي زي ماكيت كده قدامي، فاكرين انتوا الماكيت مثلا بتاع عماره تقعد تتفرج عليها ولو محدش شايفك تروح واخد نخله منها وتخبيها في جيبك، والحاجات دي هي نفس الفكره، بس احنا بنعملها على الكمبيوتر عشان محدش ياخد حاجه. طيب ازاي الشركه تبدا تشتغل في البيم؟ جميل جدا، اولا لازم نعرف انا محتاجه في ايه. يا عم انت هترجع تقول لنا ايوه انا محتاج ايه؟ ممكن اكون انا شركه مقاولات فانا مش محتاج ان انا اصمم لان التصميم بيجي لي جاهز. ممكن اكون شركه انشاءات، قصدي شركه استشارات هندسيه، ففي حاجات مثلا معينه انا مش محتاجها. يعني مثلا البعد الرابع بتاع النفس اللي بيعملوا نفس وركس مش محتاجه دلوقتي. تمام، فانا بشوف انا محتاجه فعلا في ايه. تمام، احدد. لو انا حددت انا عايز ايه بالظبط هوفر على نفسي سنين واوفر على نفسي معاناه كبيره جدا، يبقى لازم الاول احدد انا عايزه في ايه، وتاني حاجه احدد اني برنامج اللي هشتغل بيه، حتى لو ان الموضوع ده خد مثلا اسبوعين ثلاثه، بس المهم احدد برنامج بدل ما اخش في برنامج في الاخر الاقي في مشكله. لا، انا اشوف الشركات المماثله ليا عملت ايه، واخد نظره على شركات البرامج التانيه اللي سبتها، وهل في ميزه ولا مفيش ميزه. مثلا كلهم شغالين ببرنامج اكس، انا عملت سيرش فلقيت ان في برنامج اسمه واي، ايه المزايا اللي فيه كذا كذا كذا، طب وليه ما بيشغلوش بواي؟ لان هو مثلا مش معروف، هل في عيب؟ اسال كده الشركات اللي شغاله بيه، ما فيهوش عيب خلاص ممكن اشغل بواي. تمام، وده اللي حصل. انا كنت شغال في شركه ببرنامج مش معروف اسمه ماجيك كيد، حتى لما كلمت الشركه قالت لي احنا ما نعرفش ان حد في الشركه اصلا شغال بيه، بس الحمد لله الشركه اللي انا كنت شغال فيها كان في مهندس متمكن جدا اسمه مهندس امجد شرح لنا البرنامج دوت، مهندس امجد خطاب. تمام، فالفكره نفسها ان انا ابقى عارف انا عايز ايه بالظبط. تمام، مش انا عايز بيم، عايز حاجه انا اسمع البيم ده حاجه كويسه، لا لازم اسال اعرف ده هو بيعمل مثلا 3 دي، هل انا عايزه في 3 دي للحصر؟ طب ما ممكن الاقي برنامج تاني يعمل لي حصر من غير ما اعمل النموذج كله من اول لاخر. تاني حاجه احدد انهي البرامج اللي هشتغل بيها. تالت حاجه ودي بقى اللي هنركز عليها النهارده، مين اللي هيشتغل في البيم؟ لان اغلب الشركات اللي انا اعرفها في الشرق الاوسط وقعت او ما كملتش في البيم بسبب النقطه دي، اللي هي ايه، مين اللي شغال في البيم؟ بيقول لك احنا متحمسين اول البيم، والله خدنا فكره حلوه عنه وجميل جدا، يلا الشركه كلها تشتغل بيم. نروح جايبين بقى متفقين على مشروع كبير جدا، وده حصل فعلا في شركات كتيره، اتفقوا على اكبر مشروع في الشرق الاوسط هنشتغل بيم، المكتب كله هيشتغل بيم، المكتب كله هيخش هياخد ريفت. طيب هنصرف على تدريب الناس بالملايين،
مفيش مشكلة الحمد لله، الشركة فيها فلوس كتيرة، هنجيب رخصة، هنطور الأجهزة كلها، هنعمل. دخلنا في المشروع، الموضوع ما ينفعش. في مشكلة. مشكلتي بقى إن إحنا ما مشيناش صح. أي برنامج أو أي تكنولوجيا جديدة عايز أدخلها في الشركة، مش خاصة بالبيم، أنا بتكلم كلام عام، لأي تكنولوجيا جاية جديدة ما بدخلش الناس كلها فيها، لا أنا بختار أنسب الناس للحاجة دي. ممكن الحاجة دي إدارية، فانا بشوف انسب الناس في الاداره واحسن الناس في الاداره واللي دماغهم شغال في الاداره، حتى لو صغيرين في السن، حتى لو خبرتهم في الشركه مش كبيره، باخدهم وابدا ادرس لهم الحاجه دي. يعني في البيم بشوف احسن ناس كانت شغاله كاد، او عندها تخيل، او عندها استعداد انها تطور مع نفسها، او بمجرد انه سمع الفكره دخل دور على النت وبدا يجمع معلومات ومتحمس. بجمع فريق صغير، بمعنى ممكن اجمع لو انا الشركه كلها شغاله كهروميكانيكال، يبقى هجمع واحد ميكانيكا وواحد تكييف وواحد صحي، واديهم مشروع صغير جدا مش مرتبط بوقت على جنب يشتغلوا فيه. يعني مش مرتبط بوقت، يعني الوقت بتاعهم راح، يعني مش الراجل اللي قاعد فوق دماغي عايز مشروع النهارده، عايز مشروع النهارده. في مشاريع كده ما ينفعش اجي على مشروع يكون حيوي ومهم في الدوله وكبير وادخل الشركه كلها فيه. ليه؟ لان حاجه بالنسبه لي جديده. فاكر ان اول ما بدانا في الكاد خد مننا وقت، بالعكس الكاد كان سريع في تعلمه شويه، لان في كذا ناس سبقونا، فلما بتقف قدامنا مشكله في نفس اللحظه بتتحل. طيب يبقى احسن حاجه بقى بالنسبه لنا ايه؟ فريق صغير هاخده، خليه يبدا يجرب مع نفسه، يعمل مشروع صغير مش مرتبط بوقت، وقول له جرب مع نفسك وحاول تطلع لي احسن نتيجه، وخد وقتك جامد، بس المهم تطلع حاجه كويسه. تمام. الخمس ست دول او ممكن يبقى اكتر، ممكن يكون مثلا مشروع عندي شركه كبيره ففيها مثلا 50 واحد معماري، فممكن اخد 2 معماري، 2 انشائي، 2 تكييف، 2 كذا، ممكن اعمل مجموعتين بس في مشاريع صغيره وغير مرتبطه او غير مزنوقه في وقت. تمام. دول لما طلعوا المشروع صح، وان شاء الله طلعوا صح لان هو مشروع صغير ووقت مرحرح معاهم شويه، ممكن ادخل معاهم 2 كمان. يعني ايه؟ يعني اكبر مجموعه العمل. تمام. يعملوا مشروع مع بعض، الجداد هيستفيدوا بخبره الناس القديمه. يعني اول ما تواجهوا مشكله يسال الراجل اللي قبل كده، هيقول له والله انا واجهتني المشكله دي قبل كده وحليتها بكذا كذا كذا. لما يجي يرسم كذا يقول له لا بص، في طريقتين، انت ممكن تعمل دي وممكن تعمل دي، على فكره انت اللي انت بتعمله صح، بس في طريقه تانية ممكن تخسر لك الوقت. فهيدي له خبره جامده جدا، هيوفر عليه كتير جدا. بقى كده عندي عدد كبير، عدد بدأ يتعلم، وكل ما خلصت مشروع ادخل ناس تانية. والقدام ما رجحهمش بقى للكاد لان هم كده هينسوا، لا لازم يبقوا شغالين برضه في الريفت، حتى لو زنقت في الكاد يبقى شويه ريفت وشويه كاد بس متوازنين مع بعض، ما خلوش ينسى البيم. تمام. فتره على فتره هبدأ الناس كلها تتعلم البيم، اي برنامج، انا ما بتكلمش على البرنامج، انا مش تبع اي شركه، انا كل هدفي ان احنا نتطور، وان احسن تكنولوجيا تيجي عندنا. تمام. انما انا مش تبع الشركه، مش بقول لك روح اشتري البرنامج ده، لا، البيم غير مرتبط بشركه، غير مرتبط ببرنامج، ممكن انت تلاقي برنامج انا ما اعرفوش يكون احسن من كل البرامج ديت. فانت المهم ان انت بتسال الناس اللي سابونا وتشوف احسن برنامج ايه، وممكن تلاقي برنامج في ناس بتشكره مثلا في الارشكاد. تمام. الارشيكات ما كانش فيه كهروميكانيكال، دلوقتي بداوا يدخلوا فيه كهروميكانيكال بس لسه ما بقاش بالقوه. انت شوف انهي برنامج اللي يناسبك، ممكن تعمل تخلي مثلا عندك 3 مهندسين، تقول كل واحد فيهم مجرب برنامج كده شويه ويجي يقول لي انا اللي احسن، ما فيش اي مشكله خالص. او تسال الناس اللي بره، او تسال على النت، او تدور على اي حاجات تكون معموله مقارنه بين البرامج، بس بشرط ان اللي يكون عامل المقارنه دي شخص محايد، ما بقاش داخل على مقارنه بشركه منافسه فبتقارن بينها وبين حاجه ثانيه، فتلاقيها مثلا حاطه كل المزايا والعيوب بتاعتها تخفيها، لا انا عايز مقارنه محايده. تمام. طيب احنا كده خلاص عرفنا احنا عايزين ايه، حددنا البرنامج اللي هنشتغل بيه، فريق العمل بدأ يشتغل. تمام. بس هنحتاج ايه تاني؟ هنحتاج ان احنا كل فتره نعمل زي مراجعه، ممكن لو واحد تميز يبدأ يدي كورسات، يبدأ يشرح للعدد بقى. طيب هو دلوقتي بدأ يشرح. تمام. طبعا لازم يبقى فيه زي ميزه ليه، او في
مكافأة ليه، لأن هو طبعا بيحضر والحاجات دي كلها. طيب ايه اللي بعد كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده خلاص خلصنا من البرنامج، بدأنا شغل. المشكلة اللي كانت الناس كتير بتتكلم فيها، اتفق على المشروع الأول ولا اعلم الناس الأول؟ ما في مشكلة، لو انا اتفقت على مشروع ممكن الناس اللي معايا مش لسه ما تمكنوش من البرنامج اخسر المشروع. المشكلة التانية، ممكن اديهم كورس او ابدأ اخليهم يتعلموا، تمام؟ ولازم تصرف على الكورسات، لازم تصرف، بس تصرف بعقل، يعني ما تديش الناس كلها كورسات وفي الاخر تلاقي الموضوع باظ منك. لا، ادي عدد معين، ادي مثلا ممكن 20 واحد لو الشركة بتاعتك كبيرة، المهم يكون انت متحكم في العدد، يكون مثلا في كل قسم 3 4 عدد، حاول ان هو ما يزيدش منك، ما تحاولش ان الشركة كلها تدخل في الريفت مرة واحدة، لان هم لو دخلوا كلهم مرة واحدة هتوقع الكاد. فاحنا عايزين الموضوع يمشي واحدة واحدة، نتنقل من الكاد للبيم بس الطريقة ذكية ما توقعناش الشركة، تمام؟ فأنا دلوقتي عندي مشكلة، اتفق على البيم الأول ولا ضرب الناس الأول؟ وكل واحد فيها مخاطر. هو اللي احنا عملناه في كذا الشركة ان انا بروح بدور على مشروع يكون مثلا جاي لي كاد، يعني دي في بعض الشركات عملتها، جاي لي كاد ومستريح فيلا مثلا عادية، جاي لي كاد اقول له الراجل انا ممكن اعملها لك بطريقة كويسة جدا، تمام؟ وبس هزود السعر شوية، وحتى لو ما زودتش السعر كفاية ان الناس خدت خبرة، كفاية انها هتحط في السي في بتاعي، لما احط بقى صور للشغل في المعمول في برنامج بيم والمخرجات، تمام؟ دي كلها اضافه للسي في بتاعي، تمام؟ حتى لو انا ضحيت بان انا صرفت مبلغ زياده وبنفس سعر الكاد، معلش، اول مشروع بس بعد كده هتلاقي الموضوع بدا يتحسن معاك. ابدا علم الناس البيم، حتى لو دخلت انا المدونه بتاعتي اسمها مهووس البيم درافتسمان دوت وورد بريس دوت كوم، خليهم يدخلوا يحملوا فيديوهات ويبداوا يتعلموا مع نفسهم. اللي تلاقيه مهتم بالموضوع ودخل اتعلم ودخل سأل واوا، ده جمع عدد معين وابدأ خليه ياخد كورس في اي برنامج هو عايزه، تمام؟ يعني انتوا الشركة كلها لازم تشتغل ببرنامج واحد، مثلا برنامج واحد في 3 دي، برنامج واحد في 4 دي، برنامج واحد في 5 دي، لان لو كذا برنامج مش هتعرفوا تتبادلوا مع بعض المعلومات، تمام؟ فاللي تلاقيه متحمس وبدأ يدخل على النت ويدور ويجيب المعلومة، ده اللي تبدأ تحطه ايه في مجال الكورسات. وبالتوفيق، وان شاء الله اي اسئلة ان شاء الله نجاوبها مع بعض. اخوكم عمر سليم.